استاذ عبد الله، لو شايفني او بتتفرج عليا يعني لقطه ولا اروع. يعني تلاحم مصر والامارات هما دوله واحده، علم الزمالك والاحتفاليه بالدرع 14 بيزين برج خليفه، البرج الاعلى في العالم، في لفته رائعه تنم على عمق العلاقات والحب وحاله الوحده اللي بيننا وبين الشعب الاماراتي اللي حضرتك واحد منه، واحنا بنفتخر بيكم. حاجه يعني حاجه مفخره والله بجد، نشكركم شكرا جزيلا. انت عارف معزه المصريين عندها للامارات، يعني معزه كبيره، يعني نعم معزه كبيره. طبعا المصريين طبعا اساتذه وعلمونا كثير ومعزتهم كثير. نعم. في عند الاماراتيين، وانت ما اقول لك يعني الاماراتي والمصري حاجه واحده، عينين في راس واحد. نعم. تقول ايه لعيبه نادي الزمالك ومستر فيريرا؟ طبعا في الفتره اللي جايه عندنا مباراتين ان شاء الله ببطولتين، عندنا كاس السوبر في الامارات في ابو ظبي، وعندنا كاس لوسيل في قطر. والله يا اخي هذا فريق الزمالك، يعني انا بصراحه انا احاول اني احصل تفسير ما حصلته بصراحه. نعم. سؤال صعب بصراحه، يعني فتره القيد. نعم. فوز اكثر من لاعب، استبدال مدرب، لجنه يمكن جت في وقت متاخر، تعدل بعض الاوراق والفريق ماشي. هذا يدل طبعا على ان اللاعب الزملكاوي لاعب كبير، ويهمه طبعا فريق الزمالك، ويهمنا طبعا مصلحه فريق الزمالك، ونسى طبعا دور الجمهور. نعم. الجمهور يآزر فريق الزمالك في كل مكان. نعم. اعتقد ان جمهور الزمالك هم رقم واحد. دي حقيقه. نعم. زميلي الاعلامي الكبير جدا جدا استاذ عبد الله الكعب، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الثريه والقيمه جدا، وان شاء الله متواصلين معاك دايما في كل احتفالات وانتصارات وبطولات نادي الزمالك. شرفتنا ونورتنا في قناتك نادي الزمالك.